في إطار مكافحة التجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم اختصاص، وعلى إثر معلومة مؤكدة وردت إلى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزاب، مفادها وجود شخصين يحوزان على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى مسكنهما العائلي. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم استخراج إذن بالتفتيش ومباشرة عملية تفتيش المسكن. أسفرت العملية على توقيف السالفي الذكر وحدث كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 1024 قرص مهلوس من نوع بريغابالي، ومبلغ مالي قدره 75 ألف دينار جزائري يعتبر كعائدات بيع هذه السموم. تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضدهما إلى غاية تقديمهما أمام العدالة.